فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام قد نسي ركنا في صلاته ولم يذكره إلا في الركعة الرابعة فقام لخامسة مكان الرابعة، فماذا يصنع المأموم؟ هل يتابعه؟ إذا إيش؟ إذا كان الإمام قد نسي ركنا في صلاته ولم يذكره إلا في الركعة الرابعة فقام لخامسة مكان الرابعة، يقول: فماذا يصنع المأموم؟ هل يتابعه؟ المأموم إذا علم أنها زائدة ما يجوز، وهنا لم يعلم أنها زائدة فيتابع الإمام. نعم.